انت عارفة كمان انه الاهالي بتبقى فرصة لطيفة جدا ان هم يروحوا معرض الكتاب، منها ان هم يشتروا الكتب اللي بيحبوها ويتفسحوا ويفسحوا اولادهم. يعني هو مش مقتصر بس على دور النشر اللي موجودة وبتبقى عارضة الكتب والاصدارات الجديدة المختلفة، ولكن فعلا الاطفال والاهالي لما بيروحوا بياخدوا اولادهم يحضروا في الاماكن المخصصة للاطفال، فبيبقى يوم ترفيهي حلو جدا. اشتروا كتب، اتفرجوا على عروض ثقافية، الأطفال لعبوا واتفسحوا واتفرجوا على أفلام للكرتون زي ما قلنا، واشتروا كتب فيها تلوين أو فيها رسم أو قصص للأطفال. يعني يوم كامل يقدروا من خلاله إن هم يستمتعوا ويقضوا يوم كأنهم خارجين عادي، ولكن هو يوم مفيد. صح.